كتير لما بنحب نتكلم عن ناس في حياتنا نقول الناس الحلوة، الناس الحلوة اللي في حياتنا اللي ما بنعرفش ننساهم، اللي دايما في فكرنا وفي تفكيرنا ودايما على لسان على لساننا، ودايما بناخدهم قدوة في حياتنا ونسميهم الناس الحلوة. طب هي الناس الحلوة دي بقت حلوة ازاي؟ ده التفكير اللي احنا عايزين نفكر فيه النهاردة. الناس الحلوة دي بقت حلوة بالتأكيد عشان هي قربت لربنا اكتر، عشان هي بتحاول واجتهدت وبتجتهد ان هي تنفذ الوصية، فتلاقيها دايما متواضعة، والتواضع يدي بشاشة ويدي كده ابتسامة. كمان يعني من عشرتهم لربنا ابتدى ياخدوا من ربنا حاجات كتير جدا، منها احتمال الآخرين، التواضع، محبة الآخرين، ثمار الروح القدس. بقى الروح القدس لما يسكن جواهم ويبقى مشتعل جواهم، ده بيبان على وشوشهم وبيبان في تعاملاتهم معانا، فإحنا دايما نسميهم الناس الحلوة. نتمنى الناس الحلوة دول كل يوم يزيدوا، إن إحنا كل واحد فينا ياخد على عاتقه إن هو يبقى من ضمن الناس الحلوة. أهلا وسهلا بحضراتكم. أول فقرة معنا، باكر أن يا رب تسمع صوت. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بشرفني، الأستاذ جوزيف ميخائيل الخادم بأسقفية الشباب. أهلا بحضرتك. أهلا بك. نشوف مع حضراتكم السادة المشاهدين ونسمع بعض الآيات اللي قيلت من إنجيل معلمنا متى الإصحاح الخامس، ونرجع لحضراتكم تاني. من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقة يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. آيات جميلة قيلت من إنجيل معلمنا متى الإصحاح الخامس، وملخص الآيات بتتكلم عن الغضب. الغضب الحقيقة من المشاعر اللي احنا كتير بنتصف بيها، واحنا مش بنتكسف ان احنا نوصف بيها نفسنا، والآيات النهاردة بتكلمنا عن الغضب. هل نقدر نعمل تعريف أو معنى لكلمة الغضب؟ هو الغضب في الأصل اليوناني ليه تعريفين، انه طاقة أو حماس، والتعريف التاني إثارة أو غليان. فنقدر نخرج من كده إنه الغضب ده ممكن يبقى ليه غضب إيجابي أو شق إيجابي وشق سلبي. شق إيجابي لما يبقى في حالة حماس أو طاقة، والشق السلبي لما يبقى في حالة غليان، إن احنا نسيب بقى الغضب، نطلق الغضب لأنفسنا، فالإنسان يقعد يغلي يغلي يغلي، ما يبقاش ليه تحكم على نفسه أو ما يبقاش ليه سيطرة على نفسه. أي. هي الفكرة إنه قديس متى لما كتب الجزء ده أو كتب الموعظة على الجبل، هو كان كاتب الإنجيل كله بيخاطب اليهود، فكانت المشكلة إنه اليهود مركزين قوي على الوصايا. نلاقي ان هو دايما يقول لهم في الجزء بتاع الموعظة على الجبل، سمعتم انه قيل اما انا فاقول. المشكلة انه كانوا اليهود او معلمين اليهود بيحطوا تفسيرات مختلفة للشريعة، او تفسيرات مختلفة للوصية، فتكون فكر معين، فهو عايز يغير الفكر، هو ده عايز يعدل الفكر ده او يصحح الفكر ده. أيه. انا لما موسى النبي قال لكم الوصية انه لا تزني، كان قصده بيها الفعل ده، لكن انا في العهد الجديد مش هيبقى كده، لا ده هيبقى انه كل من نظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها. انه سمعتم انه قيل لا تقتل، اما انا فاقول انه كل اللي يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب. هل نقدر نقول يا استاذ جوزيف ان التعديل مش بس تعديل للمعنى وخلاص، ولكنه جه التعديل نتيجة لما يعني جه المسيح من رسالة خلاص للناس، فبعد الخلاص أصبح الإنسان معدل أو أصبح الإنسان جديد، فلازم الطبيعة الجديدة يكون ليها كمان أفكار جديدة تسمو وترقو بالعقل والفكر والقلب وكل حاجة. طبعا، لأنه مين اللي يقدر يعدل الوصية غير اللي كتبها؟ صحيح. يعني
انه السيد المسيح لما يقول لهم سمعتم انه قيل اما انا فاقول، هي دي هم فهموها او هي تتفهم على شقين. الشق الاول انه زي ما كان بيعمل هم اليهود فهموا انه هو عامل زي المعلمين اليهود بيحط تفسيرات للشريعه، لكن احنا في العهد الجديد نفهمها انه اللي بيعدل الوصيه هو واضع الوصيه، انه واضع الناموس هو اللي بيجدد الناموس. علشان كده بنقول انه الموعظه على الجبل دي هي ناموس العهد الجديد. تمام. انا اقصد كمان ان يعني بالخلاص ارتقت الطبيعه البشريه، فلازم حتى المفاهيم الجديده تناسب هذا الرقي في الطبيعه. بالظبط، لانه ما ينفعش في عهد موسى ان انتوا لسه بتتكون اطفال صغيرين زي ما قال القديس بولس لما كنتم اطفال بتاخدوا اللبن العقلي. هو ده اللي كان موجود، انه ايام موسى بديكوا حاجات صغيره، لكن لما تكبروا مش هينفع ان انا اقول لك ما تعملش كده، لا ده انت هيبقى عليك حمل اكبر. تمام. هل الغضب درجات؟ يعني كان يقصد بيها درجات، والكتاب المقدس اتكلم عن الغضب اكتر من مره، اغضبوا لا تغضبوا ولا تخطئوا وليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في الغضب. فهل الغضب درجات؟ وازاي انا اعرف اذا كان الغضب ده يعني مسموح به ولا غير مسموح به خالص؟ هو الفكره انه معنى انه يقول انه لا، كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. هي كلمة باطلا دي هي اللي بتوضح الفكرة، هي اللي بتوضح الكلام اللي حضرتك بتقوله. تمام. إنه كان ممكن يقول إنه كل من يغضب، لكن كلمة باطلا دي بتوضح إنه في أحيانا بيبقى في غضب إيجابي وفي غضب سلبي زي ما كنا بنقول. حد برضه هيقول لحضرتك سيد المسيح لا كل المجد غضب على الناس في الهيكل، ده غضب إيجابي. إنه لما يشوف حاجة غلط في الهيكل وده كانت مشكلة فهو غضب عليهم وصلحها. لما يشوف إنه بولس الرسول حصلت مشادة بينه وبين قديس بطرس سوري في رسالة غلاطية، لما يجي القديس بطرس يقعد ياكل مع اليهود ولما يجوا ناس من الأمم ينعزل عنهم، فراح قديس بولس لامه وقال له أنت إزاي تعمل حاجة زي كده؟ فده نوع من انواع الغضب، ودي المعادله الصعبه اللي الكتاب حاول يوصلها لنا، اغضبوا ولا تخطئوا. وان يعني واللي هسال حضرتك كمان، يمكن حد من المشاهدين يسالنا طب ازاي اعملها؟ ازاي اغضب ولا اخطئ؟ ازاي نغضب ولا نخطئ؟ دي ليها شويه نقط، انه احنا ازاي نحول الغضب بتاعنا او ازاي نتفاعل او نتعامل مع الغضب ده بشكل ايجابي. هو الحقيقه انا دورت كتير فلقيت انه بعض الناس حاطين شوية نقط. أول حاجة إنك تعترف إن أنت عندك مشكلة. يعني أنا واحد من الناس مثلا ممكن أتنرفز جدا، يبقى لازم أعترف إنه أنا بغضب، أعترف إن أنا عندي مشكلة، وده 50% من العلاج. إنه اللي يعترف إنه عنده مشكلة يبقى هو كده رايح في سكة العلاج. لكن واحد بيصر كل مرة على إنه مش أنا الغلطان، ده هما اللي غلطانين، لا ده كده مش غضب، ده كده عناد. وهو ده النوع التاني من الغضب، اللي هو الغضب الغير محمود او الغير محبوب. انه دايما شايف نفسك ان انت اللي صح، دايما شايف نفسك انه ما ينفعش حد يكلمني بالطريقه دي، ما ينفعش حد يقول لك لا. ليه الغضب اساسه الكبرياء، او اساسه ان واحد عايز يحس ان هو حاجه كبيره، الذات، فما يسمحش انه حد يقرب من ذاته. دي منطقه محظوره، ما ينفعش انك تقرب منه، ممنوع الاقتراب او التصوير. بالظبط. فكل ما حد يعمل له كده تلاقيه بيغضب. واحد يجي يقرب من اي حاجه تخصه، لا ما ينفعش. دي ممتلكات خاصه، ما ينفعش انك تقرب منها، ذاتي وحاجتي واشيائي ما ينفعش. لا، لازم يبقى في شويه من مرونه، شويه من طول الانا. فاول حاجه قلنا الاعتراف تمام بالمشكله، لانه في سفر الامثال بيقول من يكتب خطاياه لا ينجح. انه تعترف ان انت عندك مشكلة. تاني حاجة انك تكون امين وانت بتتكلم مع الناس، تكون امين وانت بتعرض وجهة نظرك. يعني النهاردة انا وانت قاعدين بنتكلم مع بعض، انت مش هتقرأ افكاري، انت مش هتعرف انا جوايا ايه، وانا بالتالي مش هعرف جواك ايه. صحيح. لما يبقى في مشكلة بيننا وبين بعض نحاول ونقعد ونفتح الدنيا، وده مش هيعمل نوع من انواع التراكمات. انه لما انا اقعد بقى اخزن واقول اه ده استاذ اسحاق كان بيقول لي كذا، لا ده كان يقصد كذا، لا ده هو عمل كذا، طب انت كده بتولد جواك طاقه سلبيه. تمام.
بتكتم في جواك وبتوصل لمرحلة الغليان. تمام. هو الغضب عبارة عن مشاعر. يمكن السؤال اللي هقوله لحضرتك يبدو ان هو نفسي، لكن كمان احنا عندنا يعني الامور الروحانية متعلقة جدا بالنواحي النفسية. فازاي الانسان يبقى يعمل كنترول على نفسه، او يكون عنده اللي تعلمناه من الكتاب المقدس فكرة الضبط في حياته عشان يتحكم في هذه المشاعر، مشاعر الغضب اللي ممكن تكون جواه أو ممكن ما يبقاش يستثار في أي وقت ومن أي مكان ومن أي حد؟ أنا هقولك على قصة كده صغيرة قوي كنت قريتها في كتاب لأحد الأباء اليسوعيين. أي قصة بتقول إنه في راجل عايش برا، حد كبير قوي مهم جدا، بيخرج كل يوم الصبح من بيته ومعاه ابنه، يلاقي واحد قاعد على الرصيف بيبيع جرايد، يقول له لو سمحت عايز صباح الخير، من فضلك عايز جرنان فلان. فالراجل يروح مطلع الجرنان يروح رميه له في وشه. الراجل يقول له ميرسي جدا ويروح مديله الفلوس ويمشي. كل يوم بيتكرر نفس الوضع وكل يوم بيتكرر نفس الحدث. فابنه اتضايق، قال له انت ليه صبر على الراجل ده؟ ليه ما بتتعاملش معاه؟ ليه ما بيكونش ليك اكشن معاه؟ فالراجل قال له انه الانسان الكامل هو اللي يكون فعل مش رد فعل. انه انا لو تفاعلت معايا بالطريقة دي فانا هكون رد فعل لتصرفاته معايا. صحيح. فاول نقطة زي ما حضرتك كنت بتسأل دلوقتي انه ازاي نحول الطاقة دي، انك تكون انت الفعل مش رد الفعل. صحيح. ودي كمان من عوامل النضوج النفسي الحقيقة والنضوج الروحي. ده اساسي. ان الانسان يكون منضبط وان هو يكون بيلتمس الاعذار للناس ويعرف يوزن الامور او يقيمها. كمان النقطة الاهم انك تواجه المشكلة مش تواجه الشخص. صحيح. يعني كتير قوي لما بنتحط في مشكلة او بنتحط في حاجة بندور على الناس او النقط الضعيفه في الحلقه او في السلسله ونبتدي نضغط عليها. لا، ننتقد الشخص ولا ننتقد فعله. بالظبط. ده اللي احنا بنعمله. يعني ده غلط. المشكله ما تحلش الشخص. ما تواجهش الشخص نفسه او ما تواجهش اللي هو السبب في المشكله، لكن تحاول انك تحل المشكله. الشخص ده بعد كده ممكن يتغير نتيجه انه المشكله اتحلت، فممكن يبقى ما يبقاش فيه مشكله من اساسه، لكن انت هتخسر الشخص لو واجهته. يقول إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لعل حد يسأل إيه هو الحكم اللي هيستوجبه الشخص؟ لا، أنا هرجع للجزء اللي قبله. إنه لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم. تمام. خد بالك من هنا، هو مش موجود معنا في آيات النهاردة بس ده حركت دي بقى. الآية اللي قبلها على طول دي الآية اللي قبلها في إنه هنا بيساوي بين القتل وبين الغضب. يعني لو انت غضبت على اخوك باطلا هتكون مستوجب الحكم. وفي الوصيه في العهد القديم بيقول انه كل من يقتل يكون مستوجب الحكم، وكانه السيد المسيح رفع من شان الغضب ده سواه بالقتل. لانه انت ممكن الغضب ده ممكن يدمر شخص. صحيح. يعني الغضب يساوي قتل، لان انا كمان لما اغضب على انسان ممكن اقتله معنويا كمان. ممكن أقتل، لأن أنا ممكن وأنا بغضب على إنسان، وده اللي احنا بنعمله من غير قصد بقى، من خلال الفيسبوك ومن خلال ممكن برامج أو من خلال حاجة، نقتل الشخص معنويا. بالظبط. الاغتيال المعنوي اللي بنسمع عنه كتير. الاغتيال المعنوي ان انا اشوه سمعته وسمعة اسرته وي 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 وما خليلوش يعني زي ما بيقولوا جنب ينام عليه، ده يساوي القتل. طبعا. تمام. ما هو انت كده قضيت عليه، هو فاضل فيه ايه تاني؟ صحيح. يكمل بعد كده ويقول من قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع. رقى أنا بنطقها صح؟ رقا. دي معناها إيه؟ هي كلمة الهدف منها السخرية، يعني هي بتساوي، هي ملهاش معنى واضح. نقدر نقول كده يعني، هي تقدر تقول إنه معناها يعني سوري يعني مغفل كده، أو يعني ده المعنى اللي موجود في بعض الترجمات. يعني كلمة هدف منها السخرية. زي ما احنا يعني هي أي كلمه ملهاش معنى لغوي واضح، ملهاش معنى لغوي وملهاش لغه معينه، يعني زي ما حد يقول له حاجه فاقول له ها، فها دي ملهاش معنى بس فيها سخريه. لكن كانت معروفه بالمعنى اللي انا قلته لحضرتك، يعني انه كهدف منها كده. فحتى السخريه من اخوك بتكون مستوجب المجمع. طب ايه قصه المجمع؟ صحيح. المجمع ده اللي هو وقف قدامه السيد المسيح وهو بيتحاكم.
ده أعلى درجات التقاضي في الشريعة اليهودية. يعني اللي هي أقصى حاجة قبل ما يحولوا بقى للسلطة المدنية اللي هو سلطة المجمع. ده كان بيتكون من 70 من الشيوخ إسرائيل، وكان بيرأسه رئيس الكهنة. تمام. وده اللي وقف قدامه السيد المسيح أثناء المحاكمة. فإذا كنت أنت بتسخر من أخوك فأنت هتقف قدام المجمع. ده إيه المستوى ده؟ يعني مجرد بس السخرية من أخويا أو من صاحبي أو من أي حد، ده يستوجب أن أنا أقف قدام أعلى محكمة. بالضبط كده. لبشاعة الجريمة أن أنا استهزأت. ممكن إحنا نكون بنعمل ده في حياتنا اليومية كتير. بشكل عادي كتير. وفي هزار ومن غير هزار وما مش دريانين. بالضبط. وما بنحسش ده الأكتر من كده كمان أنه بنعتبر أنه ده نصرة لشخصيتنا. يعني لما انا اقعد اتريق على حد احس ان انا كده ايه سو براود، انه انا فخور ان انا بعمل ده. تمام. طب ده مش حاجه، مش هو ده الهدف. لكن انت لو شجعته ده هيبقى احسن. تمام. وده يخليني اسال حضرتك السؤال اللي ممكن اي حد يساله في الموقف ده. ازاي اخد بالي من افعالي وردود افعالي؟ ازاي اخد بالي من نفسي؟ ازاي الاحظ نفسي انا اهنت فلان؟ ساعات الواحد لما يتكلم مع حد يتكلم معاه بشكل كويس جدا فيلاقي اللي قدامه متنرفز، فيقول له انت متنرفز ليه؟ يقول له اصل انت ما شفتش شكلك وانت بتكلم، فحتى انا مش واخد بالي من ملامحي وانا بقول لحد حاجه، كنت مكشر قوي او كنت بنطق كده بغيظ او كنت بعمل ايه. ازاي الواحد يكون واخد باله من نفسه ومن تصرفاته؟ بس احنا عندنا مشكله قاتله كمصريين ان احنا كلنا اصواتنا عاليه. انا واحد من الناس صوتي عالي جدا. الصوت العالي ده بيولد نوع من انواع الضعف في التعامل مع الاخرين. يعني مره كنت قريت انه احد الناس يعني او المفسر الاشخاص اللي هم الرهبان في التبت بيقول له هي ليه الناس لما بتتخانق صوتها بيعلى؟ قالوا لان هم بيتباعدوا عن بعض فكريا وروحيا فبيحاولوا يقربوا من بعض بعلو الصوت. لكن كل ما يقربوا من بعض فكريا وروحيا كل ما هيبقى صوتهم هادي. نروح للدير او للكنيسه نلاقي انه في الدير الاباء الرهبان، او احنا حتى لما كنا بنروح خلوه في الدير نلاقي مقوله كده مكتوبه ماشيه هين وصوت لين. انه صوتك يبقى هادي، انت طبيعي بتلاقي صوتك ما بيعلاش. تلاقي صوتك هادي لانه انت من جواك هادي. لكن احنا نتيجه للضغوط اللي احنا فيها ونتيجه للضغوط النفسيه اللي احنا فيها دايما صوتنا بيبقى عالي. فالصوت العالي ده بيولد نوع من انواع الانفصال بين الناس وبعضها. فهو ده بيكون الاساس في بدايه الغضب. يمكن ده حتى بنشوفه في يعني بعض البلاد لما تركب الاتوبيس تلاقي الدنيا بص ممنوع حد يتكلم مع حد بصوته، مش ممنوع اللي هو يعني هيجرموه، لكن من الرقي ان احنا نتكلم مع بعض بهدوء. كتير بنفصل، وده اللي حاولت ابينه في اول الفقره، يعني حياتنا الروحيه عن حياتنا الاجتماعيه بقى. العمليه مش مفصول، يعني ما فيش فصل. الرقي ده اساس من اسس المسيحيه. وكمان انعكاس حياتك الروحية هينعكس على حياتك مع الآخرين أو تعاملاتك مع الآخرين. إنه كل ما كان حياتك الروحية في تقدم وسمو كل ما ده هينعكس على تعاملاتك مع الآخرين. أستاذ جوزيف، أنا تقريبا وقت الفقرة خلص، لكن مش هينفع ما أخدش الحتة الأخرانية دي. يا من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. والكلمة دي بنقررها كتير وبنقولها كتير، يقصد بيها إيه؟ وازاي ما نوصلش للمرحله دي؟ ازاي ما نوصلش للمرحله دي؟ زي ما قلت لحضرتك في الاول، انه نتعامل مع المشكله مش مع الشخص. انه نكون احنا الفعل مش رد الفعل. نكون انه الهدوء. يعني دي اهم حاجه لو حبينا نحطها في برواز كده، انه اساس بدايه الغضب هو الانفعال. ايوه. يعني بداية الشعور في الغضب أو بداية خطية الغضب هو الانفعال. فكل ما انفعلت أكتر، كل ما تعصبت أكتر، كل ما صوتك عالي أكتر، كل ما غلط. صحيح. حتة أنه نار جهنم دي أقصى درجات كانت عندهم، أو أكتر حاجة كانت عند الفكر اليهودي، اللي هي كانت موجودة في حتة اسمها وادي هنوم. وادي هنوم ده اللي كانوا بيرموا فيه مخلفات الهيكل والذبائح، فنار متقدة باستمرار. ده مكان هو يقصد مكان هم كانوا عارفينه. صحيح. أو كان بيطلق بالنسبة لهم
كانوا هم فاهمين انه يقصد ايه بكلمه نار جهنم دي اللي هو وادي هنوم. كانوا بيحرقوا فيه مخلفات الهيكل من الذبائح، وكانوا بيرموا فيه كمان عظام النجسه بتاعه المجرمين. تمام، مش نار جهنم يعني ربنا هياخدنا ويرمينا في نار وكده، لان الفكر ده كمان فكر صعب يعني. هم كانوا بيعتبروها كرامز، بس هي طبعا ما كانتش كده يعني. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا على يعني التفسير الروحي الجميل والوجبة الروحية الجميلة اللي حضرتك اديتها لنا، أستاذ جوزيف مخائيل الخادم بأسقفية الشباب، بشكر حضرتك جدا النهارده. ميرسي، ميرسي ليك يا أستاذ. شكرا جدا. مشاهدينا لسه معاكم ولسه معانا فقرات أخرى في صباح النور، لكن بعد الفاصل.